هلا بالعيال، هلا بالبنات، كيف حالكم؟ عندي سؤال في التويتر، محاسب التويتر، وكيف انا اقول عربي؟ انا دانيال، تيتشر دان. انا من برازيل واسكنت في الامريكيه 10 سنوات، والحين في الرياض، وانا استاذ لغه الانجليزيه. انا في الرياض 5 سنوات، هذا وقت كثير عشان ادرس عربي. وانا ادرس عربي بس كذا، بس روح استراحة، اكل كبسة، مندي، واتكلم مع الشباب، واشوف مباراة، ولعب فيفا وكذا، واتكلم عربي، وبعدين روح بيت واشوف اليوتيوب، واتكلم عربي مع صديق وكذا، بس الممارس، بس البراكتس. اذا ساوي براكتس كثير بعدين يجي اللغة، إذا ما تكلم ما يجي اللغة. أنا في شخص يقول أنا أتكلم لغة نفس العربي مكسور، ما في مشكلة، إذا أنت يفهم خلاص هذا كويس، صح؟ هذا الكوميونيكيشن، إذا أنت أفهمني الحمد لله، إذا ما يفهم هذه المشكلة، صح؟ ما أريد أتكلم 100% كويس، صح؟ في students يقول لا تيتشر لازم تتكلم 100% كويس، ما في ساوي شيء خطا، لا ساوي شيء خطا ما في مشكلة، هذا اللغة لازم الكوميونيكيشن، هذا المهم، صح؟ وأنا في الرياض 5 سنوات، وهب الرياض كثير، وهب الهلال كثير، وهذا السنة إن شاء الله إدواردو وعائلته الميدس جيب زيادة جول في الرياض في الهلال، أوكي؟ يلا شباب، يلا بنات، مع السلامة، الله يفيكم، يلا باي.